بيبدأ المسلسل مع شاب صغير اسمه بو في مدينة صغيرة في استراليا، والغريب اللي فيها ان كل سكانها اللي ماتوا كانوا بيخرجوا من المقابر. وكان في مرة كده ماشي بالعجلة رايح لبيته، سمع اصوات غريبة وهو معدي كده من جنب المقابر، ففجأة كده وقف ونزل من على العجلة وقال يروح يعني يشوف مصدر الصوت ده جاي منين. وفضل كده يقرب لحد ما لقى بنات كتير كده مش لابسين هدوم وكل جسمهم متغطي بالطين، وفضل كده يتلفت حواليه واحدة واحدة وبدأ يشوف ان ناس كتير زيهم عمالين يطلعوا من باقي المقابر، وهنا راح استخبى بسرعة ورا الشجرة ومسك التليفون كده وكلم البوليس. وجي البوليس كده بعدها ولقى الضابط جيمس واحدة رجلها كانت فيها إصابة، راح اتصل بالمستشفى عشان يجوا يساعدوها وياخدوا بقى باقي الأشخاص اللي شافهم معاهم في المقابر. وفعلا وصلت الدكتورة اللي اسمها إلسا وساعدت الضابط جيمس في انها تاخد الاشخاص اللي لقوهم للمستشفى، ومن ضمن الاشخاص دول واحد منهم هرب. ومن هنا اللي شاف الشاب اللي اسمه بو وفضل ماشي وراه، وفي نفس اللحظه دي كان الضابط جيمس والدكتوره إلسا وصلوا العياده واكتشفوا ان الاشخاص دي ولا فاكرين اسمهم ولا حاجه عن حياتهم، ميتين بقى يا جماعه اعذروهم. وإلسا بدات تخليهم يلبسوا لبس نظيف واهتمت بصحتهم قلب الام بقى، وبتشوف واحدة من ضمنهم خاتم كده دبلتها مكتوب عليه اسمها، وهنا بتعرف ان اسمها كيت. ومنهم واحد كمان بدأت تجيله لمحة عن حياته وهو في السجن، وبدأ يتصرف على اساس ده يعني، وفضل يجري لحد ما الضابط جيمس جري وراه عشان يهديه، واكتشف من الكلام معاه ان هو اسمه كارلو. وبعدها جيمس دخل العيادة وهنا شاف كيت لأول مرة واتصدم صدمة حياته، وفضل متنح فيها كده، والمشكلة نا كمان كانت عمالة تشابه عليه لغاية ما إلسا قالت لهم هو في يا جماعة. قال لها جيمس دي مراتي اللي ماتت من سنتين، وعشان تتأكد من كلامه راح مطلع لها صورة ليهم، ولما شافتها كمان كيت افتكرت كل حاجة. وفضل جيمس كده يعيط مش مصدق ان هو لقاها تاني، وللنكد هيزوره تاني. يلا نكمل. في اللحظة دي كان بو لسه ماشي ورا الراجل اللي كان طالع المقابر، لغاية ما الراجل العجوز ده خد باله وراح كده مسك بو وهاتك يا أسئلة أسئلة يا جماعة عادي. المهم سأله هو ماشي وراه ليه؟ بو قال له هو شافه خارج من المقابر وكان عايز يعرف فضول يعني، بس هو رايح فين؟ معلش يا عم بقى احنا مش بنشوف الميتين وهم بيصحوا كل يوم يعني. بس راجل عجوز كده ما صدقهوش، ومع ذلك قال له ان هو اسمه باتريك وطلب منه ان هو يوديه اي حتة يشرب شوية استغفر العظيم رب يعني. بو طبعا رفضه وكان مرعوب منه اساسا يعني وعايز يمشي. يعني صحي من قبرك يا اسطى وكمان عايز تشرب استغفر الله العظيم يا رب، طب ما تتعظ يا جدع. لكن باتريك بيجبره ان هو يمشي وراه وما نعرفش لسه ماشي بيه فين. وفي نفس اللحظه دي جيمس وإلسا في العياده بيشوفوا سجلات الوفيات لكيت عشان يثبتوا موتها، بس كيت ما كانتش فاكره انها ماتت اصلا ولا مصدقاهم. وهنا جيمس قال لها لازم تيجي معايا، وخدها للمقبره اللي مدفونه فيها، وفعلا لقوا حفره كبيره في القبر بتاعها لحد ما افتكرت انها فعلا ماتت، وحاولت تحفر فيه لحد ما خرجت منه فخافت وانهارت وفضلت تجري. كيت اساسا طول المسلسل عماله تنهار وبتبكي وتطلع تجري، حاجه يعني بص حاجه اخر استغفر الله العظيم رب، ده والله يا شيخ جيمي خلص منك. المهم نكمل. لحد ما هم واقفين كده جه ضابط تاني اسمه فيك بيساله ايه اللي بيحصل، ولكن جيمس ما قالوش الحقيقه وتهرب كده من اجابه السؤال باي كدبه، ده غير ان هو لقى جيمس ان في 6 مقابر تانيين مكسورين زي قبر كيت. راح متصل بسرعه بإلسا وقال لها انها تخلي بالها من باقي الاشخاص اللي معاها لحد ما يلاقي كيت. وفي المستشفى واحده منهم كده بتشوف صدفه اسم انا على كتاب كده، فبتفتكر ان اسمها انا اللي هو يلا اي حاجه اهبط كده وحد هيراجع وراك، وبيبدا كل واحد فيهم كده على نفس النمط ويفتكر حاجه من حياته. وفي مكان تاني بيوصل بو باتريك للبار كده وبيفتكر كلام بو، ونيك بقى للظابط فيك كان بيتناقش كده مع ظابط تاني بخصوص اللي شافه مع جيمس لما لقى القبر مكسور وكان شاكك في الكلام اللي جيمس قاله له. وفضل جيمس لحد ما لقى كيت اخيرا في حديقه كده كانت بتقعد فيها لما كانت عايشه، وقف يقول ياه اكيد قاعده تفكر هتنكد على ازاي المره دي. بس ابو الرجاله راح لها وهو عصى نفسه 3000 ليمونه كده وفضل يعتذر لها وقال ان هو يحميها، وافتكرت في اللحظه دي انها كانت عندها سرطان ورحله علاجها مع المرض وموتها. وهنا ابوه باتريك في البار وهما بيشربوا باتريك كده شاف سكينه كانت متعلقه وافتكر انها كانت بتاعته، وايه اللي جابها البار يا فندم. المهم ان هو اخدها وطلعوا بره. وفي نفس التوقيت ده يا باشا إلسا كانت بتحط للاموات الاكل زي ما سمعته كده بالظبط، الاموات
اوعوا تنسيكوا الاحداث انهم ميتين اصلا. وفجأة كارلو كده بيفتكر لمحة عن حياته، هو مسك السكينة وكلها مليانة دم، وبيتكلم باللغة الإيطالية اللي ما كانش حد فيهم فاهمها أصلا غير إلسا، وترجمة كلامه إن هو بيقول ألكسندرا ستموت. وفجأة وهما مش واخدين بالهم هرب كارلو ورجع جيمس وكيت، وفضلوا كده يتكلموا مع إلسا في اللي المفروض يعملوه. فبيقرروا إنه محدش فيهم يقول أي حاجة لأي حد، لأن الصحافة والجيش مش هيسيبوهم في حالهم. وفضل جيمس كده يتكلم مع باقي الموتى ويكتشف إن واحد منهم اسمه تشارلي. وفجأة بيسأل جيمس هو فين كارلو؟ ردوا عليه وقالوا له ده هرب. وهنا كارلو وهو يعني بيحاول يهرب من على السور شافوا الضابط فيك، ولقى على ايده كده اثار بهدله كده، وراح شك ان هو ممكن يكون متورط في انه كسر المقابر اللي شافها، وراح كده واخده معاه. ونيجي بقى لبو باتريك ماشيين كده في المدينه، وفجاه شافوا تمثال رئيس البلد دي اللي لاحظ ان هو شبهه قوي، وبو في حيره لحسن يعني يكون هو، لان باتريك مات من حوالي 150 سنه. وهنا قام فيك كده بحبس كارلو اللي لسه في خياله المنظر بتاع الشخص اللي اسمه ألكسندر وهو بيموت بين ايديهم. وهنا بيوصل جيمس ليهم وبرضه مصمم على رأيه في الكذبة اللي كدبها على فيك، وانه هما بس شوية اطفال هما اللي كسروا المقابر. ولكن فيك بدأ يلاحظ اللي بيحصل ده في حاجة مريبة، وافق كده واخد جيمس وكارلو وراحوا كده المستشفى تاني. وانا كانت عمالة تترجم الكلام اللي كارلو بيقوله لانها الوحيدة اللي كانت بتفهم اللغة الايطالية، وان هما جم من ايطاليا لهنا اثناء الحرب العالمية عشان يلاقوا يعني شغل، ولكن اتقبض عليهم ومحدش افتكر المعسكر اللي اتحبسوا فيه غير انا، لانها كانت من نفس التوقيت اللي كان بيتكلم عليه وبيحكي ان هو عنده اخ اسمه ألكسندرو. وبتفتكر إلسا كده ان عندها مريض بنفس الاسم ده وعنده 90 سنة. وهنا قرر جيمس انه ياخد كارلو لألكسندرو، وفعلا طلع اخوه ألكسندرو اللي كان بيتكلم عنه. ولما وصل جيمس كده وكارلو للجسر اللي بيودي لبرا المدينة، فضل يعيط والمرعب ان هو بيعيط دم، وفضل يمشي، وكل ما يمشي خطوة كل ما يتحول لرماد لغاية ما وقع خالص على الارض وبقى تراب حرفيا. وراح واخد جيمس كده كل اللي اتبقى منه وحطه في شنطة وراح بيها لإلسا وحكى لها اللي حصل. وفي تاني يوم كده الصبح كان جيمس بيوضح لكيت ان افضل واحدة من صحابها هي سارة، لانها كانت بتساعده من ضمن كده الحديث كان بتقوله انها عايزة يعني ترجع لبيتهم، ولكن جيمس طبعا بيرفض وبيقنعها انها لازم تبقى هنا في المستشفى. وبيروح جيمس البيت وبنكتشف ان هو متجوز من سارة وكمان حامل منه، عشان كده هو كان رافض فكرة ان كيت تيجي للبيت. وفجأة كده في المقابر بيخرج شخص تاني وبيروح لمدرسة الثانوية للبنات، وهو طبعا بص كده ضايع خالص. وفجأة نفس التوقيت بتصحى كده كيت وبتفتكر انها فعلا كان عندها سرطان الثدي. ومن ناحية تانية باتريك بيسأل هدوم من محل ملابس، وبيكتشف جيمس وإلسا ان كان في 6 مقابر مكسورين، بس هما مش معاهم غير 5 بس. وكمان لاحظت إلسا الحفرة العشوائية اللي كان خارج منها حد. وفجأة بتيجي مكالمة لجيمس بخصوص الراجل اللي وصل للمدرسة. ومن ناحية تانية بدأت إلسا تلاحظ مرض واحدة كده من ضمن الأموات اللي معاها، يعني ميت وكمان مريض. انت بص عقوق والدين ده. وفي نفس اللحظة دي بتلاقي جيمس ان فيك عمال بيحقق كده في عملية اقتحام محل الملابس، وده خلاه يقلق زيادة. وهنا باتريك بيقول لأبوه ان هو يوديه البيت، وفي حين اللحظة دي جيمس واخد الراجل اللي كان في المدرسة للعيادة وبيسأله عن اسمه، ولكن ما بيردش عليه، ولكن اكتشف ان اسمه تشارلز من الاسامي اللي مكتوبة على المقابر. وفي العيادة البنت اللي متصابة في رجلها اسمها كريستين، ولكن البنت التانية اسمها ماريا، ولكن مش مصدقة يعني ان ده اسمها ومقتنعة ان اسمها انا. وهنا ادركت كيت ان جرح رجلها شديد ومحتاجة تروح المستشفى، وبياخدها جيمس مع تشارلز كده المستشفى. وفجأة وهو خلاص خارج برا المدينة ووصل للجسر عشان يروح المستشفى، وهناك بيكتشف ان بدأ الاعراض اللي ظهرت على كارلو قبل ما يموت بدأت تظهر عليهم، فخمن بسرعة ان ممكن يكون المشكلة في المكان وبدأ يرجع بسرعة لحد ما تحسنه. وفي نفس اللحظة دي كانت كيت راحت للبيت مع ماريا وفيك، وصل للعيادة كده اللي فيها إلسا وبدأ يشك فيها لما لاحظ ان إلسا مش راضية تدخله العيادة. وفي نفس اللحظة قالت ماريا ان هي لازم تروح تشوف قبرها، وجريت وراها كيت لحد ما وصلوا المقابر وشاف ماريا ان ده اسمها فعلا، وانا هو اسم بنتها اللي كانت مدفونة جنبها وانهارت. ووصل جيمس كده لإلسا وحاول يقول لها اللي حصل اول ما وصلوا الجسر عشان يخرجوا برا المدينة، ولكن معرفش.
وهنا باتريك فضل كده ياخد جولة في المدينة يمكن يلاقي بيته هنا ولا هنا. وبعدين ماريا وكيت وهما ماشيين لبيتها شافت الحقيقة واكتشفت ان هو متجوز من سارة وحامل، فانهارت كيت وعياط بقى وصح بقى بعيد عنكم وحاجة نيلة، وبدأت ترجع لورا كده من الصدمة وتجري قبل ما حد يشوفها. الخاين ازاي اتجوز ومراته ميتة؟ يعني ازاي ما عملش حساب انها ممكن تعيش تاني؟ يعني ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولما دخل سارة للبيت لقيت ان هو اكن بيتها حد دخل واقتحمه، واتصلت بسرعة كده بجيمس وحكيت له. وفجأة وجيمس ماشي في الطريق بيلاقي كيت وفضل ينادي عليها، لكن كيت بترفض انها تتكلم معاه وسابته ومشيت. ما اصله خانها يعني وهي ميتة، حقها بصراحة يا جماعة. ولحد ما وصلت للجسر بدأت تظهر عليها نفس الأعراض وبدأت تنزف دم، واخدها معاه تاني العيادة. وأول ما وصل قال لي إلسا اللي حصل وقال أنه هو لازم يقول لفيك عشان يساعدهم، ولكن إلسا ما كانتش موافقة بالقرار ده، وراح جيمس لفيك وحكى لها كل الحقيقة، ولكن فيك ما صدقهوش. راح رايح بقى جيمس تاني العيادة واتفاجأ إن محدش فيهم موجود، فاتصل بإلسا فورا وقالت له إنها أخدتهم لمكان أأمن من اللي هم فيه. وهنا بتجيب إلسا شوية أكل للراجل اللي كانوا مكلبشين إيديه، وأول ما فكت إيده كده هجم عليها وبعدها سابها وراح معتزل لها، بس هي جريت. وفي نفس التوقيت فيك وهو راكب كده عربيته اتعرض لحادثة ولكن ما ماتش، خرج من العربية وفضل ماشي لحد ما وصل بيته وحاسس إن هو في حاجة غريبة، وفضل يدور جيمس على ماريا لغاية ما لقاها، وكانت عمالة تتمشى في المدينة لحد ما لقت بيتها. ولما دخلته طردوها اصحاب البيت اللي ساكنين فيه، الدنيا تقل بركتها جدعان. وبعد ما اتطردت يا عيني مشيت راحت للكنيسة وفضلت تتوسل وتدعي ان هو يساعدها. من ناحية تانية كان بو باتريك في بيته، واول ما حاول بو ان هو يهرب من البيت لقى اولاد باتريك في طريقه وفضلوا يتنمروا عليه، من حقهم برضو يا جماعة. نرجع لجيمس اللي لقى اخيرا ماريا وقال لها ان هو لقى جوزها اللي بتدور عليه وفعلا اخذها لعنده، ولكن جوزها رفض وجودها اصلا اول ما شافها يعني، وطبعا اتضايقت ماريا على اللي حصل. ومن ضمن محاولات جيمس في انه يدور على مراته وراح اتكلم مع كيت، ولكن كانت رافضه الكلام معاه، بس جيمس قال لها ان هو كان بيحبها جدا بدليل ان هو لما راح وراها المكان اللي كان محتفظ بكل حاجه تخصها في المكان خاص يلم كل حاجاتها، بس قد ايه انت وافي وحنين يا ابو وفاء، وهو متجوز كده وكان كل ما يبقى متضايق كان يروح المكان ده. وهنا كانت كيت فرحانه بكلامه، ضحك عليها بكلمتين الهبله، وبتفتكر ماريا كده ان هي كانت مخلصه مع جوزها اللي كان بيتهمها دايما بالخيانه، وجه في بالها كده الوهله انها كانت في مره مع شاب صغير في عربيه اللي كان بيتهمها جوزها انها خانته معاه، ولكن لما افتكرت انهارت وسادت بسرعه العربيه، وللاسف ما كانتش تعرف ان بنتها انا معاها في العربيه. وفجاه وهي بتبص عليها عشان تشوف العربيه اتخبطت وعملت حادثه وماتت هي وبنتها انا، وبنشوفها وهي بتعيط ومنهاره على قبر بنتها وبتتاسف لها لانها كانت السبب في موتها. وبس كده يا الساده بنكون خلصنا العظميته، ولو اول مره تشوفنا ما تنساش بقى تتابعنا باللايك والشير والكومنتات. سلام يا صاحبي.